الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن أفضل شركتين لصناعة قطرات العيون. الإجابة هتكون شركة جمجوم فارما، والشركة التانية هتكون شركة أوركيديا. شركة جمجوم موجودة في السعودية، وشركة أوركيديا موجودة هنا في مصر في العبور. الاتنين في منتجات قطرات العيون، لو انت جيت حسبتها كده هتلاقي تنوعية في المنتجات قطرات العيون كتير جدا، يمكن بالأرقام أكتر شركتين ومنتجاتهم متواجدة فعليا. طب حد يسألني، طب انت ليه مثلا ما اخترتش شركة مستوردة؟ يعني الإجابة دايما بيقول مثلا المستورد عشان جودة المنتج، فتقريبا الجودة حلوة قوي سواء شركة جمجوم أو شركة أوركيديا. بالنسبة مثلا لنقطة توافر المنتج، ويعني للأمانة يعني توافر المنتجات بتاعهم هايل جدا في وقت مثلا لما المنتجات المستوردة مش موجودة، فلا المنتجات دي دايما موجودة سواء جمجوم أو أوركيديا. وفي نفس الوقت برضو في منتجات عندي أوركيديا وجمجوم مش موجودين في القطرات المستوردة، وبرضو من باب يعني غير الجودة والتوافر والتنوعية الموجودة في المواد الفعالة وكده، برضو من باب تشجيع المنتج المحلي. المحلي مش لازم يكون مصري، ممكن يكون عربي زي مثلا جمجوم. فالفكرة سواء الشركتين، فالشركتين للأمانة أنا أحسن شركتين موجودين لصناعة القطرات. بالنسبة مثلا للشركات التانية، عندنا مثلا القاهرة كيميفارم ميراميدا، اللي هو مثلا يعني الاهتمام بالمنتج التطوير. طب في منتجات نازله، يمكن شفنا اوركيديا مثلا في السنجل دوز يونت اللي هي القطره، بدل مثلا ما تكون تنقط اللي هي الامبولات اللي تفتح الامبوله وتحطها، فدي حاجه حلوه جدا. جمجوم مثلا الحاجات اللي بجوده المستورد، فدي حاجه كويسه جدا. بالنسبه مثلا عندنا ايبكو ايفا، يعني ايبكو عندها لاين للقطارات، وشركه ايفا برضو عندها لاين، بس يعني في حاجات بتنقص. يعني شركه ايفا برضو كان في حاجات بتنقص عندهم، الموكس فلوكس بديل الفيجا موكس تبع نوفارتس برضو كويس. الحكمه يعني مش برضو مش قد كده. برضو مارك ريل عندهم الاتش اس او، عندهم زوليول اللي هو بتاعت قطره الترطيب، ساعات بتكون موجوده وكتير كتير ما تبقاش موجوده. في ايه تاني؟ او بالنسبه للمستورد عندنا نوفارتس عندها الكون، وعندنا الرجين طبعا ضيفه برضو نفس الفكره. يعني فمستورد هو موجود، وطبعا يعني بيروقوا على الدكاتره يعني وكده، بس يعني افضل يعني في الفيديو كله عباره عن اوركيديا وجمجوم، يعني من باب العلم بالشيء. بالنسبه لقوه الشركتين وكده، انا لا جمجوم اقوى من اوركيديا للامانه. يعني يعني مثلا عندها اقراص، يعني يمكن اكتر الاقراص المشهوره الدومبي، يعني دايما بنسمع عن الدومبي، وعندهم المراهم يمكن عندنا هنا في مصر السلبت. بس جمجون كقطرات حلوه قوي وتنوعيه كتيره. اوركيديا مثلا البولي فريش والبولي فريش ادفانس والبولي فريش اللي هو الاكسترا. فدلوقتي يعني فدي الفكره. يعني بالنسبه لشركه اوركيديا تتفوق على جمجون في حته التسويق، يعني المؤتمرات العلمية مثلا، تخش مثلا يعني على الانست، يعني جميع السوشيال ميديا التسويق بتاعهم حلو قوي. فبالنسبة لل يعني فأوركيديا حلو قوي في كده. في قطرات العيون عندهم تقريبا عاملين مكملات وعاملين بشرة وشعر، المكملات والبشرة وشعر بيكونوا أسهل من الرأس، الرأس والمراهم بياخدوا وقت أطول، فالمكملات والمنتجات العناية التجميل وكده بتكون أسهل. بالنسبة لأوركيديا آخر نقطة يعني هختم بيها، عندهم حاجة اسمها لينزي LENZY، ده حاجه يعني غسول العدسات. يعني كنا عندنا في المستورد عندنا الاوبتيفري تبع الكون، وعندنا الرينو تبع لومب والديزيو، فنفس الفكره لينزي. لو حد استخدم لينزي يكتب مثلا مكتوب ولا، فالفكره انت في الاخر عايز منتج يكون متوافر. فانا شايف الخاصيه دي او الادد فاليو دي موجوده في الشركتين دول، والجوده اكيد يعني جوده كويسه جدا، بل على العكس في تطوير كسنجل دوز يونت في اوركيديا، وتنوع في الشركه من عدد المنتجات وكده. واتمنى بقى طبعا يعني سواء شركه ايفا او ايبيكو بيبقى في تطوير او المنتج يكون متوافر، مش الفكره مثلا عندي على الورق 20 منتج، طب والدكتور ممكن يكتب المنتج والمنتج مش موجود. يعني فدي الفكرة. فكل الدعم للمنتجات العربية المصرية، ودايما يعني تكون دايما بكفاءة المستورد، يعني هي نفس المادة الفعالة وكده. وشكرا كتير، لو استفدت بالفيديو لايك شير سبسكرايب. شكرا، كان معاكم الصيدلي محمدي.